مفيش حاجه انا غير مقتنع بفكره التحول من الشعر للروايه على الاطلاق. هناك انحيازات جماليه في الكتابه، واحيانا ما تقدمه الروايه يختلف عما يقدمه النص الشعري، باعتبار ان الروايه الزمن فيها مطلق على عكس الروايه اللي بتكون معنيه بالزمن الخارجي والاستبطان الخارجي وليس الاستبطان الذاتي او الاستبطان الداخلي. فبالتاكيد ان السرد والروايه انحياز جمالي مختلف على عده مستويات، بالنسبه للشخصيه، بالنسبه للزمن، بالنسبه للمكان. اما فكره الحبكه والحكايه الاطار، ربما هجرتها الروايه الحديثه، ويمكن الروايه اللي هو بيبقى خلاص فكره الحبكه انتهت، من حبكه من مقدمه وحبكه وحل هذا الامر، ربما ارى انه انتهى، ومش من النهارده او من فتره كبيره، ربما الحرافيش يعني كسر الحبكه تماما. مداخلة صعبة قوي. يمكن انا كنت بتكلم عن روايه من فتره قريبه، عن روايه الاستاذ محسن يونس، بنتكلم عن غياب الحبكه. هو كتب ما يشبه اليوميات، وهذا ليس جديد بالمناسبه، لان يعني مثلا لما هنشوف امادو، جورج امادو، وميتتان لرجل واحد، غياب للحبكه. هنشوف عند مثلا سراماجو، هنجد غياب الحبكه في كثير من اعماله وليس في كل الاسماء على سبيل المثال. انا كنت معني بفكره النقد التاريخي والاجتماعي، كيف يمكن تقديم داخل العمل سردي، خاصه ان العمل المكتب في الشعر يمكن تقديمه، ولكن تقديمه في، يمكن انا حاولت تجريب ده في الشعر، لكن وجدت ان هو في درجه من الصعوبه حتى على المتلقي. فوجدت الروايه قادره على هذا، ايضا خروج من الشعر قليلا عشان احاول ان انا اقدم شيء جديد في الشعر، لابد ان انا حتى لو اكرر نفسي انتقل الى مستوى كتابي اخر. يمكن هي ملاحظه الدكتور محمد مهمه بالنسبه للفصول، وهو اختلاف الايقاع بين الفصل الاول حيث الحياه، الكتاب الاول في الحياه، الكتاب الثاني حاولت ان اقول الموت، كيف مات هؤلاء، من خلال سواء طبيب العيون اللي هي ينعزل هو وزوجته، المهندس اللي بيصاب الزهايمر، السجين اللي بيستمر في عمله العبثي، موت شفيق، عفاف اللي بتتمسك بالبقاء في بيتها في شقتها القديمه، المدرس ايوه. فهنا هؤلاء الاشخاص بيختفوا، يمكن ده موازي لايه؟ حاولت ان يكون موازي لاختفاء نظام ما، خاصة ان الشخصية الأولى هي شخصية ربما شفيق، ربما كانت رمز لشخصية تركها شعبها كما ترك شفيق أولاده. لا أنا لا مش شفسيق، مش شفسيق. لا أنا قاعد كناقد، لأن أنا خلي بالكم أنا كاتب الاسم أسامة حداد، في الشعر كاتب أسامة الحداد عشان يبقى في شرط في اثنين، ما يبقاش في واحد. أنا الأخر باعتبار إن أنا الأخر. باعتبار إن أنا الأخر. لا، فالجزء الثالث هو صدى هذا الأحداث، ما حدث للشخصيات الأولى هو ذاته ما يحدث للتالي. فيمكن الأستاذ سعد تكلم عن العبثية والعدم، هنا كان العبثية والعدم، إنه أيضا كما كان شفيق
جالس على المقهى. هنا علي ايضا يجلس على المقهى بلا اي احلام او طموح، وكأن التكرار دائرة الحالة بتتكرر ولا شيء يتجدد. هنا حالة موت، وهذا الموت ليس للأفراد ولكن موت للوطن في ظل أحداث كثيرة وهزائم متوالية. هل أنا نجحت في أن أنا أقول ده فعلا أم لا؟ هذا ليس شأني، لأن غير معني أساسا سوى أن أكتب ولا أراجع ما كتبت. عشان أنا أكتب وأنسى، ولا أحب أن أنا أبص أحبش أبص الكتاب ليه. لا دي طبيعتي يا جماعة. أنا يمكن مسامة عارف أنها طلبت منه أنه يراجع الرواية التانية، لان ما بطئش ان انا ابص في حاجه كتبتها. للدرجه دي كلامك ما بيعجبكش؟ ايوه ايوه ايوه. ولو قعدت تخطها على فكره مش هطلعها على روايه تافهه. الندوه اللي جايه مناقشه الروايه دي هتخلي هو يشتغل. سامحني قبل أن نشكر الأستاذ سامح حداد والأماكن عنده حضرة بقوة. أستاذ سامي، قبل أن نختم اللقاء نكرر أن الندوة القادمة إن شاء الله رواية التاج للروائية عبير كورة، المناقشون دكتورة فاطمة الصعيدي، الأستاذ سيد كراوية، الأستاذ أمان الشرقاوي، الدكتور محمد إبراهيم طه، ويدير اللقاء الأستاذ شعبان يوسف. نشكركم على هذه الليلة الجميلة ونشكركم. نشكركم على هذا اللقاء إن شاء الله. شكرا لإدارة شكرا. ركز على محطات معينة. لا يعني بيتكلم. أنا الشراكة سامية. عشرة متر. عشان كده بقى دايس المحطات وبيتكلم. يعني شغال المكان. ركبت سبع محطات. وإحنا نستنتج يا نزل فين.